شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل مش خيره يا بكي يا فوفا يا بكي بيه توا باش نطلعوا في الدروج اما جريه اي فوشيك شد طلع القفل المرا خلي الكهرباء نتاعي وانت زين بوزيسيون شنو يا عم صادق عصباح لصباح الخير لا يعيشك لا تعمل مزيه طول طلع القفه شبيني الحمل نتاع سيادتك انا زيد يا خويا ما نهزش القفه انا عصباح يعجبكش لا محسوب اش قال تعمل ما سيادتي نتاعك ما كان نهار وطول وانت تهز القفه ما كدتك كان هذه خل مش لازم تو طلع سامحني بالله عندكم واحده عنده كهرباء خرطه حمراء يسكنوني اي عندي علاش ما تقوليش معطى السيركيلاسيون كالعادة اي نعم معطى السيركيلاسيون معطلني انا بالذات ما عادش عليا بكري خويا طرش نقول لك انا ايوه راهو يسكن في الطاقة الثالث اما بصراحة حشيك راهو واحد بليد لا يقدر حد لا يهمه في حد كرامته حتى هو اللي يحب هو انا كان جيت في بلاصتك والله نمشي نفشلوا الاربع عجل هكاك باش يترب اما قلت لي مزروب انا صحيح مزروب اما حيبوت الموت لما نفشلوا العجالي وناخذ تاكسي كله تلاني القفة سبعونتي هيا عاد كملت الشتاء قريب يبرد راهو انا جيت انا جيت يا اخي عزوز بربي ما نجموش ناكلوا شويه خبز لخر الصباح لا البسكوت خير بنين وخفيف وما يسمنوش يا بنتي البسكوت كي ناكلوا قلتش عليه ناكلوا الكاكي شبي زبدة هكا هذيك مش زبده هذيك مارغرين هي زاده بنينه وخفيفه يا ربي ترب بسكوت وريحه الريحه تاع الزبده وما ملون بالطيبه غير السكر هذا باش يشبعوني قول لي يا اخي هذا نجيب ولا تحب تقتلني بالشر عليه بابا باش نورثك انا وكي تكبر شكون باش يقعد يقاسي في الامراض طب
قوي عليها يا ربي، شد شد وسيس عليها. واو واو برا يا فوفا، شو نقول لك الصباح؟ مانيش ماكل. ايش هوني وين ماشي؟ ماشي المناش. طب ربي مشغول الصباح وين تعبني نمشي؟ ماشي نخدم. اغسل فمك قبل ما تخرج. علاه اللي قريته ما في ما تغسل. باهي، اما نحبك طول تمشي للبيرو، تمشيش تعمل تنقيزة لكوجينة امك، راني نفيق بيك. انا والله لا جات على بالي الفكره هذه جمله. بلا احلف براسي اللي انت ماكش باش تاكل بسرق علي. فاش خاف نحلف؟ قلت لك احلف. باهي وراسك. وراسي شنو؟ وراسك شنو؟ سبوعي. وراسك لا ناكل بسرق عليك. صحيت ملا، رد بالك، راك حلفت براسي وتعرف كي تاكل من ورايا اش يصير لي. نطفى عليك راسك يولي يوجع. صحيت، وكي انا يا سبعون تراسي يوجعني، انت اش ترسي لك؟ ترسي نخرج بالليل نجيب لك الدواء بتاع الراس من فارماسي دنوي. أخير أسبوعي. أخير. يا أخي بشتكل لك الكل وحدك. بش نموت بجوع. شوف أي بسم الله. يا ريت ما نجمش، ما نحلفت براسها. على كيفك. صباح خير. صباح خير. سامحني. لا 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 لا، كبر في عقلك، كمل في عقلك. يظهر لي فيك قمت مؤخرا وما لقيتش وقت باش تفطر في الدار. عجب الساعة ما عوايدكش. ليه دكتور فطرت في الدار؟ أما ما نعرفش بيني، على قد ما ناكل ديما جيعانة. نورمال ياسر، نورمال ياسر. هذاك الكل من سي شكيب. تعرفش عندك أنت دلندا ما يعبروا عليه بالفرنساوية بوليمي بوستربتور. معناتها نهم ناتج على قطع علاقه عاطفيه. وطبعا سيدي خويا هذا يداوى. نعم سيدي خويا يداوى. بار كونتر انت حالتك ميؤوس منها على خاطر عندك نهم فطري. علاش كيفاش؟ على خاطر اميمتك مازالت ما فطمتكش. صار ملت عنا هكا عزوزتي فطمتني. تري تري بيان، الله يكون في عونها. ماما سافانا. سافانا قل لي يا أشب وأحلى ماما في العالم، حسب رأيك أنا شكون طلعت نشبه ليك أنت ولا البابا؟ ترى وريني هكا تشبه الوحدة حاجتها بحاجة وقاعدة تحاول باش تغم ميمتها. شنو هو توا ماما؟ بربي بعد ساعات عم روحك ما في بالكش وخذني على قد عقلي. شنو ذنبي انا كي عندي ماما ياسر ذكيه؟ باهي الا خاطر فاستك مودرن وغوشيرشي. هتوا نعمل روحي ما فقتش. وجبد على ماماك تحكي بلغه ليجان اوريجينال وفازاتك وغمه. خش عليا نحكي مع صاحبتي في الكوغ بتاع الليسي. اوه ما انا باش تسكنوا في حومه مودرن وقافزه، قلت نتعلم اللهجه نتاعهم من توا. اش حاجتك؟ نحب نشارك في كاستينغ بتاع برنامج جديد اسمه مانكان اكاديمي. ابون واللي يربح شو يعملوا له؟ يعطيوه الباك كيما باش تعديه انت ولا يضيعوه على قرايته؟ فوالا هاك رجعت تحكي كل حوم العربي القدام تاع ميامي. ملا كان مش عاجبك حديثي برا شاور بوك اتو يحكي معاك بلغه عزيزك الله يرحمه. معناها اللهجه نتاع البلاد. اللهجه نتاع السبته. للا هاي كعبة ملفوي سخونة تفور وكعبة يغرط فريز يا فراولة. ميس عليك فوشيكا. والباقي ها؟ العطار ما عنده صرف، وليت تدفعت من جيبي تقدم صرف الرجال. اسبوعي تقسم معايا كعبة الملفاية؟ ماني قلت لك ليه؟ ما نحبش.
شبيه البوكاشير صباح على صابو. ها المدام نازل عليك شوية. قول عملت له رجيم بالسيف، ما تراش فيه باش يزرق بالشر. صار هذاك علاش كي جيت قلت يشبه البابا السنفور. بشوية سبعوتي راك جات. وما جات عارف شتيت عصيت تقرب على هذاك جبت لك تحريشتك متاع العشرة. زي كعبة سنارية. اي شد بيها قلبك حتى يجي وقت الفتور. دلندا صحة صحة. يعطيك الصحة. بسم الله تحب تذوقه؟ ليه واه يا اخي تخيبني اسبوع كيف نشوف الماكلة ندوخة. انا يلا عندي عزيمة كي يقول ريجيم معناها ريجيم فهمت؟ يا فيلمان عز انت جيت؟ واه شبيها عز يا عز. انا جيت. شبيك انا يا نالا؟ بشويه بشويه لا تغص. واه يا بنيتي بشويه لا تشرق. شبيك دخلت طول الماكلة اخي ما كليتش في دارك؟ ليه؟ تي لعبت علي الدوخة يا اخي. شتيت حاجة حلوة. دوخة حاجة حلوة؟ ما تقوليش فما حاجة في الثنية. حاجة كيف شنية؟ سبعون صغيرون يبدا يتدحدح ويتكعبر هكا في الدار. بربي قولي نانا وين تحبوا يتكعبر؟ في هيك استوديو متر ونص على زوز متر من ينخاف عليه واللي يجي المغبون لا تضربوا الحيوت كيفي انا توا. يا امراه شبيك تهز وتنفض؟ اكاهو هذاك اللي فما ما دامني ساكنه في هاك الجنيرو لا فما اسبوعي صغير ولا عظم كعبره. قلت لي حاجه؟ لا مش انا كرشي. شبيك راني ضارب البارح زوز كيلو كرم قاس وجوع اش تحبهم يعملوا؟ شنو هذا لندا؟ مازالت شاهية محلولة؟ سامحني دكتور حاجة أقوى مني. مسالش على كل حال كمل في ديك هذاك ومن بعد نظف لي التكست هذايا ويجيني. اش بيك انت ما لاباس تقلب في روحك الحبلة؟ لا لاباس كرشك انت توجع ما توصبها. كرشك توجع؟ ما لاباس؟ عامل ريجيم هو وعزة مولاي متلولة ديما صعب. سارة ملا بالحق عزة فاطمتك تري تري بيان. قولي اسبوعي حقا بالله يعيشك كي تروح قل لامي قال لك سليمان اعمل لي في الفطور بريكة كيما نتاع رمضان هذيك فيها عظم عربي برشا طنك هي وذره كبار دكار. شي حاجه اخرى. والله كي تجي تشوف قول زاده في العشاء تعمل لي كفته نتاع نزلي مبشمطه فيها برشا بصل ومعدنوس دكار وكعبات مرقاز مشويين خلي واحد يتعشى بالقدا. تري تري بيان ما انا راني نقول لك مانيش ماشيلها وماني خارج من دورها برا وترى واحد يقول لي لا. شبيه هذا شبيه؟ سافا با؟ يا اخي ما عرفتش تفادليك؟ ما هو عامل ريجيم اقوى من بدنه دكتور عادي يتصرف تقولش عليه مرمزن. ايه اسمع يا سيدي انت هاو الدياجنوستيك بسيكولوجيك نتاعك طلع في بلاستو. ما تقوليش دلندا قاعده تسرق عليا في الصنعه. قول قاعده نتلمذ على يديك دكتور. كما يقول المثل بات مع الجيران صباحي بات مع الكنالو يا اخي صباحي يغني. هيا اوجي سبعون اجيب حدانا شويه عارف يحشتوا بيك. حبيت نسك على حاجه. يدخل بحذانا يدخل تيجي ترك مليح يا عارفي راهي مشخشخة كبتين عظم وكبار
الدم. اه سمح حبيت استنى ساعة استنى يذول لي كيف اللي حاجة تبدلت فيك. ترى ترى دو يذول لي كيف اللي ضعفت. شو هذا ظاهرة علي؟ عارفي يا أخي أنا ما قلتلكش. لا لا مو أسبوع يعمل في ريجيم باش يضعف. تبارك الله تبارك الله هذا ريجيم ضربة ضربة. من وقتاش بديت فيه خويا؟ ما عندي محسوب ناري. لو كان تكمل جمعتين هكا تولي أضعف نفوشيك. واش خاصي عارفي أنا نسمان شوية نولي كما أسبوعي. ماني قلت لك يا فوشيكا انزل على بلابي مش هكا يا أسبوعي. لبلابي بنين. شنو بنين يا أسبوعي؟ منين؟ كل غود في دمين. أوه هاي هاي سامحني عاد هي هاي الغرفة هذه بركة يا عاد. يا أسبوعي الغرفة يا عاد هاي 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 حقا. لا يا خوي فشت لك شي الريجيم تاعك. لا يا خوي اسبوعي تيجي اش بيك مشيت. ربي يعرفي بعد التنتين اللي عملته له كيفاش تحبوا يقعد. انت زاد اخويا تنسى ما تتحدث وفين الفيلم زاد. عسلامة يا عمي. وينك صباح كامل ما طليتش؟ كسكروت كيستنى فيه. لا صي عملت التعريشة. ما تقوليش كليت لبلابي ولا كسكروت في الشارع. واش خص؟ ها؟ لا لا عسوستي عملت لي قولتي هكا كسكروت. ها يا باهي كي عزت الهات بيك كيف كيف انا ولا هي. اش قولك في مدفونة امك؟ مش ريحتها تشهي؟ نزار فيها بنينه. نهز لك قفايه من عند الاولى. يا ريت يا امي. اما زوسي حضرت الفطور. اسبوعي تمشيش ناناتها سحرتك. مستانس ما تحبش ماكلتي. انت ليه يا امي؟ ماني حلفت براسها. امان يا اسبوعي حلفتك براسها باش ما عادش تاكل ماكلتي؟ لا لا بالعربيه عاملين ريجيم انا وياها. تطول نفوفها. تحبني نضعف شوية. فاش قام الرجيم يا بابا؟ شبيه بدنك خمسة وخميس على ولدي؟ خايف عليا من المرض. اللي كاتبه ربي الراو. هاتوا نحكي معاها كي نقبل. أمي ما تقول ليش اللي جبت لك على الحكاية هذي؟ شدت ثنيت وخايك؟ خايف منها؟ يا نار على روحي. نسخان جايبة زوز رجال. وي دالاندا تفضل دكتور. ميرسي عليك ميرسي. او برافو برافو برافو. دالاندا دالاندا اقعد اقعد. لا جوست حبيت نعمل لك كونسلتاسيون صغيره. كونسلتاسيون؟ اي حبيت نفسر لك حاله النهم نتاعك هذيا. تعرفش علاش الواحد وقت يبدا بوليميك ينزل ياسر على الحلو؟ على خاطر في الثقافة الفطرية متاعنا الحلو يذكرنا بالعاطفة والحنان متاع الأم والذهل متاع الصغر. إذا الحكاية فيها الأم ولا وعي هذه ما تكون كان طلعة من طلعات فرويد. يعطيك الصحة دالندا. تعرف أنت نهار من نهارات باش نزك معايا الفاكولتي وتقري علم النفس. إيش خص دكتور؟ دونك الفراغ العاطفي هذاك يرجعنا للصغر. يقول القائل علاش؟ باش نحاولوا نرجعوا لكلمات العز. باش بالماكلة والحلو. إذا أنا عندي فراغ عاطفي معناها حسب رايك مازلت نحب شكيبة؟ تنتي لا يا بنتي أنا شكيب باش ندخلوا شكيب. تنتي تحب ترجع للعاطفة والحنان متاع الأم. أنتي تلوج على حنان بريء ومن غير حسابات. ميرسي دكتور كلامك كالعادة يرتح. أما المرة هذي زيت جوعني. عزبقت جنات عسلام.
عزوني. هاي هكا في الكوشينة تحضر لك في طبيخة بتاع كرم بظهر فيها بنينة. المفيد تنفخ انتي تشبع. عزة هيا حوراشك جي هيا. وجيني أنا؟ أسبوعي صار هو انتي. شو معقول؟ تاكل بسرق عليا؟ ليه؟ استنى هاو باش نفهمك. منك ما تفهمني توا فقت هذاك علاش انا برك حلفت براسك وديلي باش جبتك بسرق عليا وراسك انت ليه يا سبعون؟ شو تحب الرسمي تي لعبت عليا الدوخه يا اخي كلت حاجه حلوه هاي انا لعب عليا الدوخه من الفجر وشديت روحي ما كليتش سبعون تي عدا انا وياك مش كيف كيف راهو انا نخاف لا ليش تخاف ترى فهمت توا اسبوعي صغير الفيل نقصد ما نحبوش تولد اسبوعي كيما بوه ايش بيه ابوه اسبوعي وتبارك الله راشلة هاني نوصيك ما نحبك تحكي الحكايه هذه لحتى حد حتى لين نزيدو نثبتو فهمنا داكور دو احلف براسي باهي مش لازم برا امشي انت اسبق الاستوديو وانا تو نكمل نحضر الفطور ونخلط عليك عزوزي بالحق كيما قلت خد جنات طبيخة كرومب تي شنو توا يا اخي مش تفهمنا باش نكملوا الريجيم اللي قالت عليه فوفا هاي كرومب اما اليوم زدت شويه زيت زيتونه بنين ما نحكي لك شي خير ما تحكيش شنو هو سبعون صبا شنو الفطور اليوم قيني سي بوشيكا قلت لك قيني ايش بيك ايش حاجتي بيك ايش تفضل ايش تحب ما حكيت لكش اليوم الصباح ايش عملت في عمك الصادق ما حكيتش بحكايتك ومانيش ناقصك ايش بيك سبعون يا اسمعني ما تقوليش عازة انا بزتك ها شوف خويا العزيز هذاك الكل داخل في الكيت شارج بتاع العكس شويه حلو وبارشا مر حتى ليني وفي العمر تعرفوا دي المر هيك كل كرم مسموط وبعد يحكي معايا كرم مسموط ما تقوليش هذا المنيو بتاع فطور اليوم اسمع بطيريش يا انا تو هابط لعمك الازهر ناوي على صحين عجه بالمرقاق اسكت ما عادش تحكي على النكره قدامي لاباس اسبوعي شبيك يا ولد شبيك اللي تصرف قلتش عليك مرمضن اسمع انت ننصحك ارجع كل كيما العاده خير لك اي ما نجمش ماني حلفت براسها يا شبيك تجيك في ثلاثه ايام صومهم صوم والله صوم غير ما نشق صدري على الكرم بركه جيب لي معك كسكروت حطه في البيت بتاعك طب بعد فطور ما بتناكله خذ الباقيه شات معا وقت تتفرج فيا ايا يزي من الحديث ويجي حل الباب يا شهيتكم طيبه عزوزي دي زاد اقول قلت عليك مرمضنا يطلعش الكرم بقول يعمل عصب مالا مدفونة يا عمي مالا مدفونة اش في والله هي بنينة اما ظهرت لي اللوبيا يابسة شوية هكا الهرق ما طابت واللوبيا ما زال اما فطومة ملي مشيت بحضة مامي خلت بلاصتها مش هكا شنو خلت بلاصتها بالاخص في بيتها اش خلى ماني مدة سويقاتها وقلبتها سفيها على عافيها بربي يا امي يامي انا نفس لاعة كول هاني ناكل وانتي كول واسكت ما قلت بابا عليك الحكاية؟ لا ما قالتليش وما في باليش هيا هيا خليوني رايق العشية عندي برشا رونديفوات ما نحبش نمشي على عصابي طيب شوية بابا ما تعرف شنو هو الحكاية وبعد ايش احكم بجاه ربي قل لي من وقتاش نعرفوا بعضنا انا وياك ها مش ملي تولدت ايوا اعطيني بجاه ربي نهار ما طلعتش بحكاية ولا طلعتش بفكرة انت ما فيهاش فلوس والا خارجة ريت روحك باباك يسبق الاحداث يا سيدي الحكايه ما فيهاش مصروف بالعكس انا باش نولي ندخل فلوس كترا جايب شخطبك واحد ملياردير زي بلا تفدليك بابا نحب نشارك في كاستينغ نتاع مانكان اكاديمي شنو ايه علاش لا وبالحق يعيشك يا بابا
اي ما على شرط. على شرط قرايتي والمراجعه والباك ما كل شيء قومي. لا 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 على شرط نشارك انا الاولاني في بهلول الاكاديمي ونخرج انا الاول ونقول لك ايه. اماني اجا كم الفطور ما نحبشش بعد تو هكا سليمانه قداش من مره نقول لك عندها باك سيسها تكبر وتنسى. هكا يوم هكا ها مالك سليمان في بالك بخوك عامل رجين عز حكمت عليه وفوفا هي اللي دبرت عليه. اي في بالي يا في بالي حاجه باهي علاش لا حتى هو لازم ينقص زاده. يا وليدي يا عوينات وذبالت ووش وحشيحب في حاله بالكش تحلو الدم عايش ولدي عدي عليه خليني نتهنى. يا مي هذا مش اختصاصي انا لازم يعمل تحاليل ساعه قبل ويمشي لسبيطار التغذيه. امي على ولدي تحاليل ويدخل السبيطار. يا لا يا امي لازم يشوف مختص في التغذيه. توكي قابله هو وعزة نبعثهم يعملوا تحاليل ومن غدوا يصبحوا غديك طوان وصي عليهم يعملوا لهم ريجيم ينسبهم. توكي يا امي هكا الصحن بردوا لما كملت شفتوري هكا. سبهونتي شبيك ماكش قاعد تاكل؟ ها ها نستنى فيك انت تبدا. اي ما نعرفش شبيني مسقمة اليوم ما نعرفش عليه. سبعونتي زعما تطلع حكيت البيبي صحيحة. ان شاء الله تتطرع زوزتي حتى انا باللي قلت لي وراح نشري روحي مسقمة. سبعونتي مالي مادام زوز مسقمين مش لازم نفطروا هكاك ما نفسدوش عشينا. والله الفكرة يا منعاش للعشاء. عزوزتي هاني هابط لوطا نطلع شوية بيتا. وين هاني باش نقعد نرتاح شوية. ارتاح يا عزوزتي. نانا يا يا طيب هني الفطور واش نحنان خبيت تبروني نانا خليني ناكل نانا شبيك يا طفلة اسم الله العظيم اشتهيت المرمز يا نانا اشتهيت المرمز يا نانا اشتهيت المرمز فوشيك حل حلانة اسبوعي تفيسة مع شناش مرأو فوشيك بربي سامحني هذا بلاصة جنات العرافة وش عادش عندها انت العرافة جنات لا لا حد شيء اما قالوا لي عندها برد منات الكراء هو انا لعنا عرفت ولا برد منات وفي التوق ماكلة روقت فطور اخرج برا عايزك اخرج اخرج اسبوعي ما تجيش مع الراجل ومازال ترجع لوريا وسايب عليك تراكس راهو فاش قام الغش يا اخي مش لازم هاني خارج خويا بربي لا تاخذ عليه وسع بالك هلا غالب حشيش رمضان معمة تي من رمضان عبلاوي ما حبش نحارش شنو نعمل له عايش خويا الله يهدي خويا الله يهدي اسبوعي يا اخي شكون تراكس الدمر ما نتاعي الدمر نتاعي وينو شبيه ما نعرفوش فين اخي في سيد تدخل يا سخروت اسبوعي انت ظهر لي خويا مخك تمسره فوشيكا انا قلت لك اسكروت اللي جايب لي بانيني تو هذا باش يشبعني فوشيكا كان سهل في زيت ونغني كنت في وسطه انت وسع بالك اسبوع شبيك يا خويا شنو نعمل لك انا ذاك لقيت عند بيتزيريا عمك لازر وفالو الخبز ما يهمنيش تمشي جيب لي كاسكروت سبيسيال فيسع ما كانش ترجع لي فلوسي فيسع اسمع اسبوع نبه عليك تدش تدلل راهو انا نخدم صانع عند البيج مش عند سيادتك راهو فوجيكا باش تمشي تجيب لي كاسكروت ولا راهو الدجاج لك حتى يدور بيا دجاج مصلي ولا مشوي فوجيكا الله يبارك نهار الخميس العشرة ونص اي لندا لندا كي سبه دخلت وما لقيتكش تاكل شنو هو بريت من البوليمي مالا ارتحنا منه سي شكيب البوليمي يمكن بدها تتنحى من بالي دكتور اما شكيب مازال بو
اهلا وسهلا بسي سبوعي. شد جوابتك. تعرف ما تتصورش قداش فقدناك اليوم في الفطور. امي راهي طيبت وصنف عرس على حاله، حطت لي صحن هكا. هاكي 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 وعدك مانيش نسمع فيك. لو بوفر. اسبوعي ش عامل فيك الريجيم؟ زبا زبا امرت بالك للنهار وني مبعبع ولا ننطع عليه يا اخي. وليد فيجيتاريان. جبت تريان. شو معناتها؟ معناها ما تاكل كين الخضره. والله احسن ما عملت. مال هكاك راني وليت كرومبريان. 70 قعدتك حج عليك اللي ما فطرتش. هاني جبت لك كعبه سفناريه باش تهز بها قلبك. مالك عزوزتي يا سيدي بالسفناريه ولو علي شويه راني نحس في الثنيه والضيق قاعده تطويل. قول يا شيخ يا اخي تكون في دار خارج الجنات مش قول باش ترتاح شويه. مو ما جانيش النوم. يا اخي مشيت طيبت كستهي النانا. هاي اسبوع تجيب حذاء شويه للحانوت. هاني جبتك اخويا الدي في دي يعمل 66 كيف كيما تحب انت. ايه ايه اما دي في دي سي فوشيكا وقته تو بشي تفرج على فليمه. خلي الراجل يخدم على روحه. تطلب منك كل منه شويه نتفرج منه شويه ونرجع. ما تخافش ما نبطلش. دلن دمان عندك حاجه حلوه. واه والرجيم يا بنتي انا رجيم خلي واسكت. ما هو رسات لي عسقته بالسرقه اسبوعي. كي شدني بالكمشه نعمل فيها حبله. اما انتي صحه ليك خذيت راجل على نيت وكل شيء جد عليه. تعرف انا اللي غايظني اللي المغبون مازال شدد صحيح في الرجيم. يا كيف. يخرج روح لا تفيق بيك عزة تشتيك اسبوع. يخرج يخرج ساعة باش تفرط في بالك. شو عم عمري يا ماما وماني سبل بيها باش تعمل بعدك تحريشة. أمان أكلت لي عشاء كله تقول لي تحريشة. باهي نكمل كزوز بلانات ونمشي. يا عجبك شي تو حتى في الغلط حتى تسيني فيهم. شيء طيب أخو أسبوع. نانا اسبوعي راه ميت بالجوع. صباح الخير. مغبوط وكان جاي يعرف انت تضربه هوني قد قد هو توكل فيه في البرود وبالكرم. واه يا نانا يا اخي انا شنو اللي عندي كليت على قد متين عجه انت. والله مازلت جيعانه. يا مبيتي هذا كله جيعانه. سبعون انت يعني جيت. هاك عشيك. شهية طيبة عزوزتي. وانت بالمثل سبعون انت. شو هاني جبت الحريسه كنت حابه تنحر حروه. زعما عزوزتي تعرف عزوزتي كسونيريا قداش طلعت تشبع. تبارك الله باهي حلوه شبعتني بالكدا. حطينا زاده في العشيه حسيت هكا روحي كاني باش ندوخ. يا اخي مشيت كليت شطر فقوسه قلت ما خير ولا يغم عليا قلبي. ميسالش تبعونتي. حسن صحتك ابجن. انا هذيك علاش راهو ما عينيش في العشاء. خليه يفطر غدوه من اوكي قراص. احسن يا زوتي مو احنا عندنا الكرنب تبارك الله كي البطاطا. نعملوا شاورما كرنب. شبيك تبعونتي؟ تعرف شين عزوزتي؟ شين مش نعبط ببال أمي. بالمسلط وقت اللي نبدأ وحدنا ما لقاو فيش نتفرجوا. برحمة بوك يا زينب. ترى 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 حط كمان كأكاديمية ذيك ولا شنو خلينا نشوفوها شوي. بربي
وانت من وقتاش تبع فيها مانكا اكاديمي؟ يا بنتي لا نتبع فيها لا يتبعوا فيا. اماني جبدت عليها قلت خلينا نشوفوها باش ناخذ عليها فكره فقط. سلومه راني مرتك عجنتك وخبزتك. يا بالحق يعيشك يا زينب يعيشك. تعرف قديش يعجبني كلامك يبدا رومانتيك. لذا ما تعديهاش عليا داكوردو يا بنتي لازم نقولوا فما هنا بيره. انت ماما كبيره تلوج على شان نتاع وحدنا. ايمان اتفرج واسكت هات هنا. يدفع مليون ون الثاني بعد تغلبها بمجموعتين دون مقابل. شبيك سبعون؟ شي عزوزتي سطر علي النوم وكرجي تخروت بالجوع وعش النجم. يا هيا عاد سبعونتي ايامات ونستانسوا والله حتينا زادة باش نموت بالجوع. اما على غالب يلزمنا نشدوا صحيح. ايوا القدر قدر. عزوزتي عزوزتي شبيه يا اخي مش ترجع ترقد توا يا ذنوبي بعد ما طيرت علي النومه. لا انا قلت كان شنو ما تقول ليش قاعدة تخمم في اللي انا نخمم فيه. مالا مانكا اكاديمي شفت زينب كيفاش علموا فيهم في الخطوه. هذاك علاش ليلا كامله بابا عينيك مرشوقه في الاكران تتعلم لي في الخطوه. لا 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 عزيزتي ماك تعرف حكايه الحمام اللي حب يبدل خطوته. باركونتر انت هاي تعمل لنا ماشيه وجايه. شنو عزيزي تحبني نمشي لك اللي مانكا؟ لا 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 تعمل لنا ماشيه وجايه للكوجينه وتجيب لنا دبيب زمان. شاي حريق يا سلومه. شو كيفاش خليو الفريجيدير محلول؟ يا ربي يومي جات طيبة بزيد. نقلبش النقار الدنيا أخرجها موت. قالوا يجيب قالوا يجيب. ما أعتقد أن يجيب أمك فريجة. كول عزيزي كول كول. شوف لي حل 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 شوف لي حل.